السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أحلى متابعين لقناة صفرة الهانم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله كلاكيت تالت ورابع وخامس مرة لمحل كوتر هوم. الأقطان الجميلة، الموديلات التحفة جدا، التعامل الممتاز، ونعم الناس بصراحة. ربنا يا رب يرزقهم بالخير كله. بصوا بقى، في تشكيلة جميلة جدا جدا جدا، وفي عروض جبارة. يلا اسمعوا الفيديو كده. بصوا بقى، الكارد الطويل دوت موضة جدا الايام دي، والترنج الاديداس، التونيك او البولورو الطويل، الجنسات طبعا كوتون هوم بيت الجنس، عندهم جنسات حلوة جدا، اللون ده خطير. البلوزات بقى الجميلة الصيفي بالالوان الحلوة قوي اهو، البنطلون الجميل لون تحفه. الكارد ده موضه جدا الايام دي، حلوه جدا جدا. بنطلونات بقى المقاسات الكبيره بردك موجوده، البلوزات الطويله، الشميزات المنقوشه والساده، المقاسات الخاصه عندهم بصراحه تشكيله للمقاسات الخاصه حلوه جدا. بصوا بقى، في فيديو كمان اهو عشان ايه تشوفي الحاجه على الطبيعه اهو. في بلوزات قصيره، وفي بلوزات وسط، وفي طويله، في جيبات، في بناطيل، في تيشرتات، بصراحه في كل حاجه، والجنسات حلوه جدا جدا. اهو حلو قوي اللون الكحلي ده، خطير، او الزهري ده. زي ما انتم شايفين كده، وفي دريسات، في عبايات مفتوحه، هي جميله قوي. البلوزات او الشميزات الطويله المنقوشه دي حلوه جدا. في تشكيله ممتازه بصراحه. بصوا الجمال، تحفة جدا. الشميزات دي جميلة قوي، الجنسات جميلة. والعبايات دي حلوة قوي قوي في اللبس بصراحة. عندهم الشميزات المنقوشة قطن طبعا، قطان جميلة قوي قوي. في منها القصير، وفي منها الوسط، وفي منها الطويل. هتلاقوا تشكيلة حلوة جدا جدا. يلا على كوتون هوم على طول، في عروض ممتازة. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ودعوة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.